حين وبنيناها الحمد لله وقصفت ايام الدواعش الله ينعم كل الدائره هون هسه كل الدائره هون نقلتم ايه ومرحوم والدين ومصيبه دائرتنا رواتبتها تعال احمد السلام عليكم محاسن النايب على قيارة على مفهول على قرار بس ما على التفريط السابق هذا بس بتحول طريق بس من القوير بعد ما بس القوير بعد ما هو على اساس ايه ما احنا عندنا تعرفين ايش قد طريق 160 كيلو مفترين الحولي يعني الحولي 160 كيلو نفتر اما من هنا ليك هو كله 180 كيلو احنا بس نفتر ليك يا يعني مفر مالنا الزايد على الطريق 160 كيلو لا لا يعني مو رغبة او مو اختيار لا 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 يعني مثلا الشرطة او جيش بالضبط لا طريق مسدود احنا نجي على سلطنة القدس اصلا ساتر تم زيارتنا إلى مديرية النقل الخاص في محافظة نينوى وتم زيارتنا لسيد المدير للوقوف على المشاكل الموجودة للموظفين والمنتسبين وكذلك إلى المواطنين السواق الموجودين كانت أول مشكلة بالنسبة للموظفين الرواتب المتراكمة لحد الآن لم يتم صرفها كذلك الحوافز والمكافآت لم يتم صرفها منذ عام 2012 و2013 على الرغم من إجراء كافة الطلبات تم اتصالنا بالسيد وزير النقل ووعدنا بأنه سيتم صرفها وسنقدم له كافة المشاكل المعروضة من قبل السيد المدير لحلحلة هذه المشاكل وللخلاص من هذه المشاكل بالإضافة إلى أن هناك مشكلة أخرى من معاناة السواق الموجودين في الموصل حيث أنهم يعانون من كثرة السيطرات التي الموجودة بين بغداد والموصل وتعرضهم للكثير من المعاناة والتدقيق الأمني لعدة أماكن في تكريت وفي سامرة وفي بغداد وفي داخل بغداد نطالب وزير الداخلية ونطالب رئيس الوزراء بالتخفيف عن كاهل المواطن الموصلي أو السائق الموصلي كذلك نطالب رئيس الوزراء بالتخفيف من كاهل المواطن الذهاب إلى بغداد حيث أنه لا يمكن زيارته إلا إذا كان في واجب رسمي أو إذا كان مريض وبالنسبة بينما هو المواطنين هم مواطنين جميعا العراقيين ويحق لهم الدخول إلى بغداد من أي أماكن وبعد التدقيق الأمني إن شاء الله سنتابع الموضوع مع وزير الداخلية ومع رئيس الوزراء للتخفيف من هذه الأثقال التي تقع على المواطن في محافظة نينوى. والله تشرفت دائرة النقل الخاص اليوم بزيارة السيدة النائبة السيدة محاسن حمدون وتم شرح معوقات العمل ومعضلات التي يعاني منها الموظفين في دائرة النقل الخاص كما تم طرح معضلات ومعوقات كافة السواق العاملين على كافة الخطوط ووعدتنا خيرا وكان اتصال بالمباشر مع السيد وزير النقل المحترم ووعدها خيرا بحل كافة المشاكل والمعوقات الحاصلة إلى دائرة هيئة نقل نينوى.